أدرك الإمام في قاعدة التشهد، التشهد الأول أو الثاني، وجده يعني في قاعدة التشهد، هل يتابع إمامه أم ينتظره؟ لا لا، يدخل يدخل إذا دخل، يعني المستدرك، سؤال المستدرك رأى المصلين في التشهد، هو مأمور بأن يدخل مع المصلين. إذا أتيتم وأنتم وقد ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم، إذا غلب على ظنه، الآن نعرف نعم مواعيد الصلاة، ويعرف مثلا هذا الإمام إن عادة مثلا يعني لا يطيل، ويشوف نفسه منه متأخر قدر عاد من بدء الصلاة 10 دقائق، فيغلب خلاص هنا قرائن محتف على أن هؤلاء يعني في آخر صلاتهم ولن يدرك شيئا، ويرى أن هناك مستدركين آخرين، فعندها يمكن أن ينتظر. لكن إذا كان توهم في بدء التشهد لا، يدخل معه ومأمور بذلك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. أراد بعد ذلك أن يتنفل مع جماعة أخرى أتت، لا حرج عليه، والله تعالى أعلم.